دعا الدفاع المدني المواطنين بضرورة البدء بالانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا، وخاصة من يقطنون في الوحدات السكنية وبيوت الشعار وعلى أطراف الأودية، خوفا من تشكل السيول ومداهمتها لهم وإلحاق الخسائر في الأرواح وإحداث أضرار في الممتلكات. وقالت إدارة الإعلام إن فصل الخريف يرافقه حالات عدم استقرار جوي، والتي قد يتخللها هطول الأمطار بغزارة واحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة. وأضافت إلى أن مديرية الدفاع المدني وضعت الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك بإدامة الجاهزية العالية للكوادر البشرية والآليات والمعدات المتخصصة، إضافة إلى إدامة غرف العمليات الرئيسة والفرعية وعلى مدار الساعة. إذن ينضم إلينا الناطق باسم مديرية الدفاع المدني المقدم إياد العمر. أهلا بك سيد إياد. إذن ما أبرز ملامح خطة الدفاع المدني المحضرة لفصل الشتاء لمواجهة أي حالات طوارئ؟ شكرا أختي الكريمة ومساء الخير إليك ولكل إخواننا المشاهدين. جهاز الدفاع المدني حقيقة اتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، طبعا تفعيل الخطة العملياتية وأيضا الخطة التوعوية التثقيفية، سواء بالجاهزية العالية للكوادر البشرية، الآليات، المعدات المتخصصة، إدامة غرف العمليات، وأيضا تفعيل نظام الإنذار المبكر والتأكد من جاهزيته، تفعيل لجان السلامة العامة في المحافظات والتي يرأسها محافظ كل محافظة، بالإضافة إلى الإعاز من مدير عام الدفاع المدني لكل مدراء الميدان بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء، حتى يكونوا على يعني تشاركية وعمل مؤسسي مع كل الأجهزة ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى مدار الساعة. سيد إياد، سكان المناطق الوعرة والخيام، رسائلكم التوعوية كيف تصلهم؟ حقيقة راح يكون الأسبوع القادم اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع المدني والذي يرأسه معالي وزير الداخلية، طبعا لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تقع ضمن مسؤولية المجلس، وخاصة ما يتعلق بفصل الشتاء وخطته. هناك 36 مؤسسة تقع ووزارة تقع تحت مسؤولية هذا المجلس، سيكون هناك خطط، وأيضا سيكون هناك إعاز لكل الحكام الإداريين بالذهاب إلى المناطق المنخفضة والمناطق التي يكون هناك ساكنين فيها من بيوت الشعر وبيت الطفيح وأيضا القريبين من الأودية، وسيتم إخبارهم يعني إخلاء المنطقة بأقرب وقت ممكن تلافيا لوقوع أي انجرافات قد تحدث نتيجة يعني هطول الأمطار أو تشكل السيول. فبالتالي نحن لدينا من خلال الخطة الإعلامية والرسائل التوعوية التي نطلقها عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وأيضا سيكون هناك يعني لجنة ستذهب إلى المواقع المنخفضة وسيتم إجلاء كل القاطنين في المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم. في حال حدوث حالة طارئة في هذه المناطق الوعرة، ما هي أبرز الآليات التي تمتلكونها للتعامل مع هذه الحوادث في هذه المناطق؟ يعني يا ستي بحمد الله جهاز الدفاع المدني من خلال 206 مواقع منتشرة في كافة أنحاء المملكة يمتلك أحدث الآليات والمعدات. هناك آليات مجنزرة تستطيع الصعود إلى المناطق الوعرة، وتستطيع إذا كان هناك انغلاقات للطرق، إذا كان هناك ثلوج، إذا كان هناك سيول، تستطيع هذه الآليات الوصول للمناطق الوعرة. وأيضا حقيقة في إطار بناء القدرات تم إنشاء مركز الإنقاذ المائي والجبلي في مناطق البحر الميت، وأيضا هناك حقيقة سيكون تزويد خلال الخطة القادمة، تزويد بعض المواقع بآليات حديثة ومتطورة، وسيتم نقل أيضا بعض الآليات التي يعني لا يمكن استخدامها في فصل الشتاء في بعض المناطق، وإنما قد تستخدم في محافظات مثل عجلون وجرش وأيضا مناطق الأغوار. سيتم هناك يعني خطة متكاملة لتعزيز المواقع بالآليات والمعدات اللازمة. نعم. وحسب طبعا تصنيف المنطقة وخطورتها. الناطق باسم مديرية الدفاع المدني المقدم إياد العمر، شكرا جزيلا لك.